أبلغ عسكري بريطاني سابق لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق أن الولايات المتحدة كانت متأكدة من مشاركة بريطانيا في الحرب. وقال الأدميرال لورد بويس رئيس هيئة الأركان البريطانية السابق إنه حاول مرارا إقناع العسكريين الأمريكيين بأن قوات التحالف لن تعتبر قوات تحرير في نظر العراقيين. من يتحمل المسؤولية؟ عمل لجنة التحقيق في الحرب على العراق هو البحث عن إجابة لهذا السؤال، ومن هذا السؤال تتفرع أسئلة لا تقل أهميتها. قسمتها اللجنة حتى نهاية العام الجاري على أسابيع عملها الخمس، وحان موعد الملف الذي ينتظر أسراره الكثيرون. هذا هو اليوم الثامن من التحقيق في الحرب على العراق، واليوم الأول في استجواب الشهود حول التخطيط العسكري البريطاني الذي سبق الحرب. وكالعادة منذ بدأ التحقيق لم يقر أي من الشهود بمسؤوليته عن أي تقصير، بل سعى معظمهم إلى إلقاء اللوم على آخرين. وأكثر من وجه له اللوم على المستوى العسكري هو جيف هون، وزير الدفاع البريطاني السابق، والذي تعرض لأزمة سياسية عاصفة من قبل في أعقاب الوفاة المفاجئة لديفيد كيلي خبير الأسلحة عام 2003. اثنان من أرفع مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية قبل الحرب على العراق أجابوا على أسئلة اللجنة. الأدميرال اللورد بويس رئيس هيئة أركان القوات المسلحة بين عامي 2001 و2003، وكيفن تيبت السكرتير الدائم لوزارة الدفاع خلال الحرب، واتفق الشاهدان على أن بريطانيا لم تخطط للتدخل العسكري قبل عام 2001، لكن ذلك تغير فجأة بعد قمة بوش وبلير في تكساس عام 2002. بعدها طلب وزير الدفاع جيف هون في ذلك الوقت إعداد سيناريو بلا تفاصيل لدعم العملية العسكرية الأمريكية. عدد محدود علموا بالخطة بناء على طلب هون وفقا للأدميرال بويس، بل إنها أخفيت حتى عن القائد اللوجستي للجيش البريطاني حتى لا تؤثر على جهود استصدار قرار من مجلس الأمن بحسب رغبة هون وشهادة بويس. كان عدد محدود يعلم بطبيعة إسهامنا، وذلك الأسلوب في التفكير بدأ في شهر مايو، وكان مقصورا على مجموعة محدودة من الأشخاص، وكان أغلبهم في لندن، ولم تخرج هذه الخطة خارج هذا النطاق. رئيس هيئة الأركان السابق لام على وزير الدفاع قبل الحرب حرمانه من إعداد خطة استراتيجية متكاملة، بينما لام على الإدارة الأمريكية ما أسماه بالإخفاق الوظيفي الذي نجم عنه فقدان التواصل بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون. محمد سعيد محفوظ، BBC، لندن.